في آخر مستجدات القضية التي باتت تعرف بالمغاربة المحتجزين في ميانمار، أسر وعائلات قدمت من مدن مغربية مختلفة للاحتجاج أمام مبنى وزارة الخارجية في الرباط، مطالبين بالتفاعل الإيجابي مع شكاوى أهالي المحتجزين. معاناة الله اللي مطالع المعاناة أي واحد تحتجز ليه شي واحد غير في الحبس عادي تتعرف بلاصتو تتعاني، وحسب الله واحد الدولة اللي ما تتعرف ليها حتى شي حاجة، لها معاناة لا ما تتصورش، ما كاينش شي كلمات اللي غادي تعبر لك على ديك المعاناة اللي تنعانيو. مع إعراض الجهات الرسمية في المغرب والبلدان الأخرى المعنية عن تبيان تفاصيل القضية، تبقى الرواية الوحيدة المتاحة هي ما يقوله ذو الضحايا المحتجزين. ووفق هؤلاء فإن عدد المحتجزين يبلغ 150، سافروا لتايلاند ودول مجاورة عبر وسطاء بعقود عمل في مجال التجارة الإلكترونية، وتبين فيما بعد أنها عقود وهمية، إذ انتهى بهم الأمر إلى أيدي عصابات مسلحة اختطفت في أماكن مجهولة ربما تقع على الحدود بين تايلاند وميانمار. ملي وصل الأخ ديالي تما كيتفاجئ بأن يعني واحد الشخص كيتعرض ليه المحطة لهذا المطار، عنده جميع المعلومات ديال الأخ ديالي تيمشي معاه، تما فين تيكتشف الأخ ديالي بأنه صافي راه تحفخ ديال واحد العصابة اللي يعني تما يا إما تخدم معاهم يا إما تخلص فدية يا إما يقتلوك الله أعلم. بعض ذوي الضحايا تحدث عن حيازته مقاطع فيديو توثق عملية الاختطاف، قائلين إن أبناءهم باتوا يعملون تحت التعذيب والتهديد في مواقع مجهولة تمارس العمل بالعملات المشفرة. ورأى بعض ذوي المحتجزين أن يحتج أمام مقر سفارة الصين في الرباط بدعوى أن شركات العملات المشفرة ترتبط بشكل أو آخر بالصين. الائتلاف المغربي هو بصدد إنجاز رسائل للسلطات التايلاندية والسلطات الصينية وكذلك السلطات المغربية وكذلك لمؤسسات المجلس الوطني لحثهم جميعا على مضاعفة الجهود ديالهم من أجل تحرير هذه المحتجزين. رسميا أعلنت السلطات المغربية أنها أمرت بفتح تحقيق قضائي واستمعت لأسر بعض الضحايا، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بشبكات إجرامية دولية للاتجار في البشر، فيما قالت المصالح الدبلوماسية المغربية إنها تنسق مع منظمات دولية للهجرة وبلدان أخرى تعاني من مشكلات مشابهة. لم يزل الغموض يكتنف كثيرا تفاصيل قضية المغاربة المحتجزين، في حين تشير تقديرات حقوقية إلى أن عدد المختطفين يفوق المعلن، مطالبين الجهات الرسمية بتوضيح الصورة للرأي العام والعمل على إنقاذهم. فاطمة بوغنبور، الحرة، الرباط. معنا من مدينة بوعرفة في المغرب النائب البرلماني السابق وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المغربي جمال كريمي بن شقرون. أهلا ومرحبا بك سيد جمال. وفقا للمعلومات المتوفرة حتى الآن حول هؤلاء المحتجزين، هل تبينت الظروف التي احتجزوا من خلالها؟ مساء الخير سيدتي، شكرا لكم على الاستضافة. أهلا بك. ولكل المشاهدات والمشاهدين الكرام والأفاضل، نعم هي قضية حارقة يتابعها المغرب بقلق شديد، وهي معاناة عائلات وأسر يعني استغلت فلذات أكبادهم استغلالا بشعا من طرف العصابات الإجرامية، استغلت الثورة الرقمية والحداثة التكنولوجية لاستلاب هؤلاء الشبان وبالتالي اختطافهم واحتجازهم في دولة يعني من دول القارة الآسيوية وهي دولة تايلاند على الحدود هناك. وبالتالي المملكة المغربية اليوم تقوم بإجراءات من أجل الوقوف على حيثيات هذا الموضوع والتعرف عن قرب عن ما وقع وحدث من خلال المعطيات الآتية من هناك، من خلال ما صوره يعني المكان وحولوه رقميا إلى عائلاتهم التي تحتج اليوم وتطالب ب يعني تفكيك هذا الأسر لشباب هذا الوطن. نعم سيد جمال، في مثل هكذا حالات وظروف، ولربما ليست بالكثيرة، ولكن في مثل هكذا حالات كيف يمكن التعامل؟ يعني هل تريد السلطات المغربية أن تستمر في التواصل على المستوى الدبلوماسي مع هذه الدول، وبطبيعة الحال مع من يتم التواصل، مع تايلاند أو مع الصين؟ نعم هناك جهود دبلوماسية حثيثة هي معمول بها بكل هذه الملفات كما جرت العادة في القضايا المشابهة. اليوم المغرب يقوم باتصالات دبلوماسية مكثفة مع
دولة الصين ودولة تايلاند بحكم أنهما مسؤولتان عن ذلك، فالأمر يجري على الحدود بينهما، والواقعة هنا تلزم هذين الدولتين بالقيام بعملهما من أجل البحث والفتح التحقيق الميداني من أجل الوقوف عند هذه العصابات الإسلامية وتفكيكها واعتقالها، لأن الآن تهدد السلامة ليس فقط سلامة المهاجرين والذين يبحثون عن عمل هناك، لأنها تهدد الاستقرار والأمن الداخلي لدولة تايلاند وللصين في هذه المنطقة الحدودية. للأسف الشديد هذا ضرر سياسي كبير لهذه الدولتين، ولا يمكن أن يتقبلوا حتى الحكام هناك. فيما يتعلق بالفدية سيد جمال، هم يطالبون أسر المختطفين بأن يقدموا لهم فدية لربما تصل إلى 10,000 دولار. أولا، هل تسمح السلطات المغربية بمثل هكذا إجراءات؟ ونحن نتحدث عن من يتاجرون بالبشر، وبالتالي مثل هكذا أموال تدعم من يتاجر بالبشر، هل يمكن أن تسمح بمثل هكذا خطوة؟ لا سيدتي، بطبيعة الحال لا يمكن السماح بهكذا أمور. هي أساليب إجرامية، أساليب العصابات والمافيات بطلب فدية وبالضغط على الأسر من أجل أن تخضع لها. نحن نرفض ذلك، وبالتالي نطلب من الحكومات التي لها دور أساسي في المنطقة التي يرتجل فيها هؤلاء الشبان بأن تقوم بدورها. المغرب فتح بحثا قضائيا من خلال دور أيضا على مستوى يعني العدالة الجنائية الدولية، والوقوف عند أمر أساسي وهو أن يحاسب هؤلاء، وأن تتم أيضا إجراءات على مستوى الميدان من طرف الدول المعنية لكي تقوم باعتقال هذه العصابات وإعادة الشبان إلى بلدانهم الأصلية. لا يمكن أن نقبل نحن ولا عائلة الضحايا هؤلاء بأن يتم الاتجار بالبشر واستغلالهم، وبالتالي استلام أموال واستغلال هذا الوضع لفائدتهم. هناك عصابات عديدة عبر العالم تستغل اليوم الوضع القائم من خلال الثورة الرقمية وتقوم بالابتزاز، وهؤلاء نحن نرى الآن استخدامهم للعملات الرقمية كعملة اليوم غير مقبولة عندنا وغير مستخدمة في المملكة المغربية. الواقع الآن مرير، وضحايا اليوم خلال عائلتهم احتجوا أمام السفارات الصينية اليوم الرباط. نعم، وصلت الأمور، وهنا ما أريد أن أسأل عنه سيد جمال، وصلت الأمور لأن يقوم الأهالي بوقفة احتجاجية لكي يطالبوا بإعادة أبنائهم، هم يتعرضون للتعذيب. هناك فيديوهات أيضا حصلوا عليها حول أوضاع أبنائهم. يعني هل هناك تأخير من قبل الجانب الرسمي في التعامل مع هذه القضية؟ نعم، هي عائلة مكلومة اليوم، هي تبحث عن الحقيقة وتعاني أمرين. أبناؤها الآن محتجزين مختطفين هناك ومطالبين بأن يؤدوا فدية لهؤلاء، ولا يعرفون ماذا سيقعوا فيما بعد، وبالتالي هي تحتاج من أجل إيصال صوتها من أجل إسراع بتدبير حل الملف. لكن الحكومة المغربية غير عاجزة، بل تقوم بأدوار، والمملكة المغربية واعية بأدوارها في هذه القضايا المتينة، والتي تتطلب حكمة وتبصر وتعاون دبلوماسي وتعاون أمني دولي. لأن المغرب اليوم وعبر تجارب عديدة أبان عن حنكة أمنية في التعامل مع القضايا كمثل هذه، خاصة الجرائم العابرة للحدود والتي امتدت وتعددت، والمغرب يشهد له بذلك، وهو الجار للقارة الأوروبية في تفكيك خلايا نائمة إرهابية، جرائم عابرة للحدود، خلق التوتر الإقليمي عبر عدة حدود حتى في المناطق الآن الجنوبية بيننا وبين جنوب القارة الأفريقية أيضا، وحتى في عدة مناطق أخرى على الحدود مع أوروبا. الواقع الآن يتعدد، وهذه القضايا لتشكل بؤرة توتر عالمية على الحكومات أن تلصق الجهود من أجل حماية عدد من الشبان الذين استغلوا بالحتيب عن الشغل هكذا، استغلوا من طرف هؤلاء للعصابات المجرمة التي تمكنت عبر وسائل حديثة في أن تستلبهم وأن تحتجزهم وأن تستغلهم. اليوم الأمر بين مطرقة عن العائلات التي تبحث عن حقها، والسندان الحكومي الذي الآن يقوم بأدوار للبحث عن هذه العصابات أين تحتجز هؤلاء. ولهذا نسأل عن عامل الوقت سيد جمال، وحتى لو كان هناك علاقات دبلوماسية تستند عليها المغرب، لكن التعامل مع من هم يمثلون أشخاص خارجين
عن القانون، لربما هنا نسأل عن عامل الوقت إلى أي مدى هو مهم في مثل هكذا حالة. ونعود ونؤكد بأن هناك من يقولون هناك تعذيب لهؤلاء الشبان، وأعمارهم بالمناسبة هي أيضا ليست بالكبيرة، لربما هي أقل من 30 عام، كلهم من جيل الشباب، وبالتالي لربما كان من السهل استغلال طموحهم. بالتالي عامل الوقت إلى أي مدى هو مهم في هذه الحالة؟ سيدتي، عامل الوقت مهم جدا. العصابات الإجرامية أمام إكراء الزمن تحاول الدق بكل الوسائل، تعذب وتعتقل، يعني تقوم باستغلال هؤلاء في العمل لساعات طويلة تمتد لأكثر من 17 ساعة، أيضا في أساليب إجرامية أخرى، لأنها تطالب هؤلاء الشبان بالإتيان بشبان آخرين من خلال استغلال الثورة التكنولوجية. واليوم الجريمة الإلكترونية ممكن أن تتعقب، هناك خلايا وهناك أجهزة يعني مختصة يمكن أن تتعقب هؤلاء على مستوى التكنولوجي. اليوم العالم تطور كثيرا، وأن التكنولوجيا الحديثة أصبحت آلية من آليات للتعقب والتتبع لنعرف أين يتواجد هؤلاء، أين تحتجز هذه العصابات الإجرامية الإرهابية، هذه المافيات، هؤلاء الشبان القاصرين وصغار السن كما أشرت. وبالتالي مسؤولية أساسية للدولة المعنية، للدول التي على الحدود، وكذلك دورنا نحن كحكومة أجل الدفاع عن حقوق شبابنا وعن عائلاتهم في البحث الحقيقي والدقيق والتحري، وبالتالي معاقبة الجنات. اليوم المنتظم الدولي كله معني، لأن هذه الجرائم تتطور وتكبر وتمتد وتشكل خطرا دائما على كل الأنظمة وعلى كل الدول. لا يمكن إلا أن يتم التعاون بانسجام بين كل الدول من أجل الحسم القضايا وهذه الملفات التي للأسف الشديد الآن يعني نقف اليوم مشهود بين الأنظار أمام ما يقع وما يحدث للأسف الشديد. نعم، النائب البرلماني السابق وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكي المغربي جمال كريمي بن شقرون، شكرا جزيلا لك.